أنا يتيم ما عندي أخوة، وأبوي توفى من 9 سنوات، وأنا عم بسرح راعي مشان أعيش أهلي، وأمي ضريرة، وخالتي مرت أبي عاجة، وأختي ضريرة، وأنا عم بسرح راعي مشان أعيشهم، وعم بيعطونا بالأسبوع 2000 ورقة، ويلا يكفونا حق دواء لأمي ودواء لخالتي. والله عنا إبراهيم صغيرون وعمره 11 سنة، وأبوه توفى من 9 سنين، ومسرحين وراعي الله بس مشان لقمة هالخبز، مشان ناكل خبز، وما يجي ما يجيبنا الـ2000 ورقة بالأسبوع. شتري تجيب، شتري تجيب الـ2000 ورقة بالأسبوع خبز ما بيها. يلا حكمه ويلا، وهاي العجوز كسيحة بدها كرسي، هاي مدل الخيمة ما عنا، خيمتنا مكشمة، وعندها البنية ضريرة ما تشوف، وكنا معاقين وكنا عجزة، وما عندي غير هالوليد. يلا شي يريد يساوي، ما يلحد شي. أنا كنت بالضيعة أتمنى أكمل دراستي وصير مهندس، وأنا عمري 11 سنة، وأنا كتير صعب علي شغلة الراعي.